مين اكتر اللاعبين اللي انت شفت انهم ادوا مباريات جيده حتى الان مع المنتخب الغاني؟ Today I see I will say النهارده اظن Kudus did قدوس very well. طبعا كان كويس Kudus جدا. was very very well قدوس today. كان كويس جدا النهارده. And then who again? I think when it comes to Pacquiao وطبعا لما also تيجي himself, he was very quiet, unlike the first كان في match he didn't احد play اللاعبين well. الاخرين كانوا هاديين جدا طبعا، انا معجب بيهم بس هم ما ادوش اقصى ما عندهم. وطبعا هم رجعوا لنا الثقه فينا اللعيبه والمنتخب نفسه. وفي حد تاني من اللعيبه اتصاب، وفي حد تاني ما كانش بنفس المستوى اللائق، وعلشان كده كان دانيال كان بيستخدم اللعيبه كلهم وبيستخدم قدوس بالذات علشان يؤدي احسن شيء عنده، وهو طبعا ادى احسن حاجه عنده النهارده.